بنتك؟ البنت هذيك البنت هذيك البنت كيفاش كتشربك البول؟ شنو البول اللي كتعطيك تشربي؟ كبيره السعيره شنو سميتها؟ كتشدك من هنا؟ اي يلاه ملي كتاخذ ديك الفلوس هضر. البنت الصغيره دات لي الباشا تام ديال المخزن تام ديال المخزن الفلوس عطاهم لك المخزن كما كتسمعوا معنا متابعينا الاعزاء. السيده كتقول بانه الفلوس ديالك اللي كتاخذ من عند المخزن الاخت ديالها او الابنه ديالها هي اللي كتاخذ لها الفلوس. وشكون اللي ما غاتمشيش لعندها؟ هي رافضه مقاطعه انها تمشي تواجد معها في الدار. البنت الصغيره هي اللي دات لي الفلوس تام ديال المخزن دات لك الفلوس. بنات ما تدبلينيش باش كاشني البنت دات لي الفلوس هي اللي دات لك الفلوس البنت وقتاش دات لك الفلوس اميتي؟ وقتاش تام ديال المخزن الفلوس اللي عطاك الفلوس؟ عطاني الورقه بيضاء ديال الرميد الورقه ديال الرميد جابوا لي بعض الناس لقيت ليا قالت لي نوزي في البيت قالت لي نوزي تكلمي. بنت خالتي قالت لهم وماما ما يقولوا لماما كي قال لي المقاطعه. في القيد السيده ساكنه عندي ولدها كان جاي من هنا من تمارة هبط المرس وفي الاخر ملي هبطت السيده بقات هي الاخرى هبطت صافا جالسه كتبكي. ملي جالسه تتبكي بحال هكا قال لها مالك المهمتي على الشالفه هنايا؟ قالت لها وليدي راني جيت هنا ما عرفت حتى شي واحد الزوجه بعدنا حنا من نهار السبت وهي عندنا من نهار السبت. اليوم الاثنين مشينا عند البوليس صيفطونا المقاطعه جينا هنا عند المقدم مشى هضر مع بنتها. بنتها جات عندنا تمايا جات عندنا بنتها تما للدار باش تمشي معاه. قالت لك انا ما نمشيش معاك يضربوني. مشيتو عند المقدم؟ المقدم شنو قال لكم؟ المقدم اللي مشينا هضرنا معاه وداكشي قال لك انا ماشي عندي الخيريه. هذا المقدم قال ديال هذه المنطقه هذه قال لك انا ماشي عندي الخيريه. حنا ما عرفناش اش غادي نديرو. السيده راه من نهار السبت وهي عندنا في الدار ولقاها السيد جاري حاطين لها حويجاتها بوطه بكل ما ليها والمغرب فين غاتمشي؟ داها عندهم الدار من السبت والحد حتى اليوم الاثنين. انا اللي جبت لها الحوايج ديالها حتى لهنا. ما يمكنش تخلي واحد السيده عندي بلا بدون وثيقه، يعني خاص تكون مسائل قانونيه. مشى السيد جاري مشى عند البوليس جا هنا جابوا عند المقدم قال لي السيده غاديه لدارها. انا اللي جيت مرت الخير بحوايجها حتى لهنا. شنو بغيتي دابا مهمتي؟ قولي لي شنو بغيتي؟ بغيت قولي لي شنو الطلبات ديالك؟ شنو بغيتي؟ بغيت البنت ما نوليش ليهم. ما بغيتيش ترجعي عندهم؟ خايفه منهم؟ ما رجعتش خايفه منهم. خايفه منهم. المهم خايفه منهم لا ما غادي يضربك التحت. تاجيني ما نمشيش ما غاتمشيش معاهم امرأة بلغت من الكبر يعتيا امرأة مسنة قد يكون العمر ديالها تجاوز 90 سنة على ما أعتقد مليوحة في الزنقة. لولا هاد الناس هاد وجوه الخير اللي هزوها نهار السبت وداوها اللي عندهم نهار السبت كان بوجود الأخت ديالها اللي كتقول بأنها الأخت ديالها أو على ما أعتقد الابنة ديالها ياك بنتها أختها على حسب ما تيقولوا الناس. السيدة على حسب ما تتعاود لي دابا بأنهم البنت كتقجها والبنت الاخرى حيدات لها الفلوس اللي عطاوها اللي كتقول هي السيده الكبيره كتقول بان عطاوها المخزن عطاوها الفلوس فهي كتقول حيده. كذلك كتقول بانهم كيشربوها البول. هذا ما جاء على لسان السيده. حنا من الصباح وهاد السيده هنايا جينا لقيناها هنايا الجيران ديالها واحد السيد قال لك بانه بغاو يستافدوا مع اصلا دوار بالمكي كل الاحصاء قال لنا السيده عندها البراكه. الاخرين جاو جلسوا معاها تيضربوها ما تيعذبوها تيعطيوها تشرب البول ما تيعطيوهاش تاكل. السيده محروقه في رجليها عندها محروقه في رجليها وكطيب بوحديتها. خويا الانسان اللي ينوض يشرد والديه بحال هكا على هذا الشيء قالت لك راه اختي وناضت لها حتى في الزنقه. هذا الشيء راه ما عمرنا شناه خويا في الحياه. لهاد الساعه هذه خويا راه السلطات قايمه بالواجب ديالها الله يجازيها بخير فهمتيني. الناس ديالها لا سعاده القايد ولا المقدمين ديالين العمل ديالهم ولكن راه العائله ديالها خويا هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال هاد السيده هذه. لو وقعت لها شي حاجه راه العائله ديالها هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالها خويا. هادشي راه خطير راه السلطات راه دايره العمل ديالها فهمتيني اخويا. ولكن راه حسبي الله ونعم الوكيل اخويا. متفقي وها العقليه كلشي كتعرفوا كلشي كتديروا كتعرف كلشي ما كتدير لها حتى شي حاجه ما كتخفر على حتى شي حاجه. السيده بخير وعلى خير جاتك لك الساعه اللي وصلت عندنا قالت راني بغيت نغسل دخلتها للدوش غسلت ليها لبست ليها حويجاتها تاكل معانا كلشي معانا وكتعرف كلشي. قلت لها واش ندي؟ كتقول لا ما تدينيش. انا تما بغيت نمشي ولكن كنخافهم يضربوني ولا هكايا. قلت لها لا امي انت غتمشي تجلسي مع اختك ولا هكا؟ قالت لي لا انا ما نجلسش معاهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. السيده في واحد الحاله ديال كترعش خايفه، كتقول لك انا مشيت معاهم غير ضربوني. السيده كتقول لك بانهم داو لها الفلوس. فعلا انا كشهاده انا كنشهد بها بان السيدات راه كانوا بجوج، اللي كتقول بان الاخت ديالها واللي كتقول بان الابنه ديالها. اول ما شافوا سعاده القايد جا فهما مشاو ما عرفتهمش فين مشاو. اذا بطبيعه الحال خوفوا، لا كانوا ما كانوش خايفين كانوا غيبقاو غيبرروا موقفهم امام الاعلام. كانوا قبيله السيده هي كتقول بانهم داو لها الفلوس داو لها المحل. السيده كتقول لك بانهم كيشربوها البول حاجه وجهكم العزيز في هذا النهار اليوم العواشر. السيده محروقه في رجليها، امراه مسنه هي كتستعمل ليكوش هادو. يستحسن انها بغات تمشي للخيريه، هي كتقول لك الطلب الوحيد ديالها انها ترجع مع هاد الناس هادو ولا تمشي للخيريه، خايفه ترجع معاهم. السيده عايشه في حاله رعب. ميمتي بغيتيش تمشي ترجعي عندهم للدار؟ قالت لك ما ندخلش عندهم. كذلك كنعاودوا كنناشد السلطات ونناشد السلطات. نحن نتواجد بمدينه تمارة. شوفوا من حال هذه السيده، هذه ام لكل المغاربه. ديروا الخير في هذه السيده هذه. ما عرفتش ما نقول. الله سبحانه وتعالى كيقول لك امك ثم امك ثم امك. فنشوفوا الام عندها 90 سنه مرميه في الزنقه، 3 ايام وهي في الزنقه. لولا هاد الناس هادو هما اللي ساعدوها هما اللي عاونوها. حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك انا باسم سميرة الداودي باسم قناه الشوف تي في قناه الشعب كناشد السلطات نشوفوا حل هاد السيده. كذلك انا ما عرفتش علاش الاخت ديالها، يعني انا كشاهده اليوم انا بغا نشد مع هاد السيده. الاخت ديالها اللي كتقول بانها رباتها ما فجاه اختفت، فجاه ما بقيناش شفناها. خدات لها الدار وكما كيقولوا الناس اللي شهدوا انها خدات لها الدار وجلسات لها في الدار. ها هما حويجاتها. السيده كتستعمل ليكوش، ها هي المنطق البوطه الحوايج الصاكها. اذا متابعي قناه شوف تي في الكرام، شفتوا معايا هذه الحاله الانسانيه. كاين سعاده القايد غادي نشوفوا الحل لهذه المشكله. لذلك انا اناشد السلطات واناشد السلطات ثم اناشد السلطات يشوفوا من حل هذه الام. يعتبر جميع المغاربه يعتبروها الام ديالكم. حتى شي واحد ما يبغي يشوف الام ديالو في هذه الحاله هذه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لولا هاد الناس هادو هاد السيده هذه كانت غتبقى في الزنقه 3 ايام. امك ثم امك. ما بالك ترمي السيده. انا ما عرفتش السيده شحال في عمرك امينتي؟ شحال 90 عام. السيده كانت عندها 90 عام لايحينها في الزنقه. السيده عندها 90. وبالوالدين احسانا. فسعاده القايد قال بانهم غيديوها للدار وغادي وغيتعاهدوا. وانا غنمشي معها حتى للدار. انا ما غندخل تندخلها حتى للدار. متابعي قناه شوف تي في الكرام، كما كتشوفوا انا جبت السيده وهاد وجوه الخير. هاد وليدات الناس ولاد الشعب. فعلا المغاربه اطيب ما خلق ربي. شعب دائما متضامن في هاد الحالات. حنا جبناها حتى للدار ديال الابنه ديالها او الاخت ديالها كما كتقول. وكما قال سعاده القايد انه غادي تبقى في الدار ديالها معززه مكرمه الى ان ينظر في امرها عند السلطات. هي كتعهد امامكم انك غادي تردي لها البال. شوفي من واجب ديالك ام ديالك ولا الاخت الكبيره ديالك، من واجب ديالك انك ترعيها وتحميها وتردي لها البال. السيده عندها 90 عام حروقات في رجلها باقا كضرها. السيده كلها ردي لها البال. كانت خايفه. شفتوا كلشي شنو وقع. شفتوا الام والاخت، شفتوا رد الفعل ديالهم العدواني والعنف اللي داروا في حق السيده. ميمتي انت في دارك غتباتي هنا وما غاديش تخافي من حتى شي حاجه وما غادي يقيسك حتى شي حد. وكنتمنى من السلطات يديروا حل لهاد السيده. كتشوفوا الام والابنه شنو كيديروا في حق الام ديالهم. كتشوفوا الحق شنو كيديروا في هاد الام ديال هادي بحضور هاد الناس كاملين اللي شاهدين. حسبنا الله ونعم الوكيل.